الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل إلينا خاتم النبيين وجعل الصلاة عليه قربة إلى رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. أيها المؤمنون، قال أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أي كم أجعل من دعائي لك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل لك دعائي كله. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فمن أراد أن يسعد في الدنيا براحة البال وطيب الحال، ويفوز في الآخرة بمغفرة السيئات ودخول الجنات، فليداوم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الناس دعاء. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ودعت له الملائكة الكرام. قال عليه الصلاة والسلام: ما صلى علي أحد صلاة إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي. فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. فلنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبها تعظم في قلوبنا محبته، فنتأسى بهديه، ونتخلق بأخلاقه التي مدحه بها ربه في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فاللهم وفقنا لكثرة الصلاة على نبينا، وارفع بها في الجنة درجاتنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أيها المصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، إن من الأوقات التي تستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان
قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. ومنها هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، فإن صلاتنا فيه تعرض على نبينا صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فلتكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رفيقة لنا في جميع أوقاتنا، ولنعود بناتنا وأبناءنا على الإكثار منها. فاللهم صل وسلم وبارك على خاتم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله نبي الرحمة والهدى، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم أدم على الإمارات فضلك ونعمك، وزدها من عطائك وكرمك. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي عهده الأمين وإخوانه حكام الإمارات لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فصيح جناتك، وارحم شهداء الوطن وأجزل مصوبتهم. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا وعن العالمين الوباء، واشف المصابين بهذا الداء، وعافهم من كل داء يا مجيب الدعاء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم وأقم الصلاة.